ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وكل عام وانتم بخير. بما ان مفيش العاب حلوه على المتجر غير كام لعبه بس يتعدى الصابع، فانا جبت لكم النهارده محاكي يقدر يشغل لكم العاب الكمبيوتر اللي كنا بنلعبها زمان، ومعظم الالعاب الجديده على الموبايل، وعلى عكس المحاكيات التانية اللي معظمها بيحتاج نت وقتها محدود زي المحاكيات السحابية، المحاكي اللي بتقدر تشغل عليه العاب البرامج بدون نت وبوقت غير محدود. والمحاكي اسمه غير طول وحجمه 250 ميجا، وكل حاجة انت هتحتاجها تلاقيها في التعليقات. يلا نبدأ شرح ازاي تشغل المحاكي وتشغل العاب عليه. النسخة اللي معايا سهل تثبيتها زي اي برنامج تاني، ومش محتاج تنقل ملف او بي بي او داتا. كل عليك تضغط تثبيت على المحاكي، ولما يخلص تضغط فتح. هيطلب منك اذن وصول الملفات بتاعتك، هتديله سماح وهتسيبه يكمل تثبيت بقية الملفات اللي محتاجها، طبعا كل ده من غير نت. بعد ما يخلص تثبيت الملفات هتضغط على علامة الزائد اللي فوق ديت، وبدأ تعمل نفس الإعدادات اللي أنا عاملها. تقدر تسمي الكونتينر أي حاجة أنت عايزها، أنا مثلا هسميه ماي بي سي، وهتيجي عند الخيار اللي تحته هتختاره على حسب قوة جهازك. لو كان موبايلك قوي هتختار من اللي تحت، لو كان موبايلك ضعيف زي حالتي كده هتختار من اللي فوق. عن نفسي اخترت تاني واحدة. وهتيجي هنا الاوديو درايف، لو انت معالجك سناب دراجون هتختار اول واحدة، لو انت معالجك اي حاجة تانية غير سناب دراجون هتختار اللي تحت. ولو انت مش عارف جهازك معالجه ايه تقدر تحمل برنامج السي بي يو زد وتشوف معالجك نوع ايه. انا معالجي ميديا تك، يبقى اختار الاختيار التاني. بعدها تفعل الخيار ده وهتضغط الخيارين دول، وهتيجي على المصدر تختار المصدر اللي انت عايزه سواء ابيض او دارك. تيجي عند الشادر، ولو انت جهازك ضعيف هتعمله الغاء، لو انت جهازك قوي تقدر تسيبه عادي اللي هو الخيار ده. بعدها تيجي على الخيار اللي تحته ده الفيديو ميموري، ولو انت جهازك ضعيف هتسيبه زي ما هو، لو قوي هتختار اللي هي اخر واحدة. تقدر تيجي عند الخيار ده وتختار اسم كارت الشاشة اللي انت عايزه. انا عن نفسي اختار الخيار ده اهو 470. كده احنا خلصنا، تضغط على علامة الصح دي. بعدها تضغط على تلات نقط اللي فوق دول، وبعدها تضغط على رن، هتسيبه يحمل شوية. عشان الالعاب والبرامج تشتغل معاك مظبوط هتيجي عند كلمة ستارت هنا، تختار سيستم تولز، وبعدها تختار اخر خيار. هتضغط على تثبيت الكل وتستنى على ما يثبت. طبعا اكيد لسه مثبتش كله، فتستنى شوية لغاية ما النافذة دي تروح. كده تم التثبيت، تقدر تشغل بقى الألعاب اللي انت عايزها وأي برنامج انت عايزه، بس اتأكد ان اللعبة والبرنامج اللي انت عايز تشغله موجود في مجلد الداونلود على التليفون بتاعك، عشان مجلد الداونلود هو اللي بيظهر هنا بس. من إعدادات المحاكي انك تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت عشان لو عايز تركز على حاجة معينة. ودي طريقة ازاي تتحكم في الماوس داخل المحاكي. ونيجي لطريقة ازاي تغير في زر التحكم. تقدر تختار اي ملف تحكم من هنا، سواء بقى الالعاب الار تي اس زي صلاح الدين وجنرال او لاي لعبة تانية. ولو حابب تعدل على الزرار بتعملها من هنا، تقدر تضيف او تعدل في التحكم زي ما انت عايز، او تقدر تعمل بروفايل جديد وتعمل تخصيص لاي لعبة انت عايزها.
كده وصلنا لنهاية الفيديو، وأحب أشكر صاحب راشد على فكرة الفيديو ومساعدته للناس في الجروب. لو عايز تنضم للجروب هتلاقي اللينك في الوصف. ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو عجبك الفيديو. غرمنا خلاص على أول 1000 مشترك.